الفصائل المسلحة العراقية هاجمت العمق الإسرائيلي باستخدام واحدة من أهم الطائرات المسيرة الإيرانية وأكثرها تطورا للمرة الأولى على الإطلاق. تفاصيل هذا الأمر كانت قد نشرت على الصفحة الرئيسية على التليجرام للمقاومة الإسلامية العراقية يوم أمس، أو للمقاومة الإسلامية في العراق بهذا الشكل يوم أمس كما تلاحظون، وأصدروا بيانا بهذا الهجوم الذي نفذوه لأول مرة بطائرات مسيرة مميزة للغاية. هاجموا إيلات وأكدوا بأن هذا الهجوم كان في 14 من مايو، أي في 48 ساعة الماضية، ونشروا هذا المقطع المصور لهذه الطائرات المسيرة. طائرتين هي التي هاجمت إيلات كما تلاحظون بهذه اللقطات الواضحة من استخدام هذه الطائرات المسيرة. والمثير بهذه المسألة بأن الأوساط الإسرائيلية وتايمز أوف إسرائيل تحديدا كانت قد تحدثت في 14 من مايو بأن الطائرات الإسرائيلية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة قادمة من الشرق في إشارة إلى أنها كانت قادمة من العراق، أسقطوها وأوضحوا وأشاروا إلى البيان الذي كان صادرا من المقاومة الإسلامية في العراق إلى هذا الهجوم تحديدا. ويبدو بأن فعلا كل شيء مترابط، وأن واحدة من هذه الطائرات التي رأيناها الآن قد وصلت إلى إسرائيل وتمكنت إسرائيل في نهاية المطاف من اصطيادها. ولكن إذا ما لاحظنا هذا المقطع المصور أو أخذنا بعض الملاحظات من هذا التصوير وركزنا على هذه الطائرة المسيرة من عدد من الزوايا، ستلاحظ من النظر إليها من عدد من الزوايا بأنك أمام بشكل واضح وبشكل أكيد طائرة شاهد 136 الإيرانية المفخخة والشهيرة للغاية التي استعرضتها إيران في العديد من المناسبات وفي العديد من الجبهات. وتلاحظ هنا بأن تقريبا ليس هنالك أي فرق بين هاتين الطائرتين، وقد تكون هذه الطائرة التي استخدمتها الفصائل العراقية للمرة الأولى هي من نوع شاهد 131، وهذه هي تعتبر النسخة الأصغر من شاهد 136، ولكن شاهد 131 هي تعتبر من نفس عائلة طائرات شاهد 136، لكن الأمر غير أكيد لأن هذه الطائرة تطورت كثيرا، وممكن أن تكون هذه بشكل كبير هي شاهد 136 بشكل دقيق. وأثارت هذه الملاحظات طبعا عددا من المصادر المهمة مثل وور واتش وكذلك إسلاميك وورلد نيوز، وأيضا عدد من المصادر الإيرانية التي أشارت بأن شاهد 136 الإيرانية الآن أصبحت بحوزة الفصائل العراقية. وهذه الطائرات المسيرة أساسا سبق لإيران أن أرسلتها لروسيا لتستخدمها روسيا ضد أوكرانيا في حربها على أوكرانيا، وظهرت هذه الطائرة المسيرة وهي تهاجم العديد من المدن الأوكرانية من ضمنها العاصمة الأوكرانية كييف، وواحدة من الصور التي جاءت من أوكرانيا وأصبحت واحدة من الصور الشهيرة لهذه الطائرة ظهرت بهذه الطريقة، وتلاحظ تقريبا متطابقة بكل شيء مع الصورة للطائرة المسيرة التي استخدمتها الفصائل المسلحة العراقية. كما نلاحظ هنا لا شيء مختلف أبدا بين الطائرتين، كذلك هنالك أطرافا أخرى تسلمت هذه الطائرة المسيرة قبل روسيا وقبل الفصائل العراقية، ألا وهي جماعة الحوثي، وأطلقوا اسما على هذه الطائرة اسما مختلفا عن شاهد 136، وأطلقوا عليها اسم طائرة وعيد واستعرضوها أيضا في أكثر من مناسبة، وهي طائرة ليست بالصغيرة كما نلاحظ مقارنة بالجندي اليمني هنا. والطائرة المسيرة واضح أنها طائرة ليست صغيرة، لذلك هي تتمتع بالعديد من المميزات. هذه الطائرة المسيرة تعتبر طائرة رخيصة الثمن مع قدرات مهمة وعالية للغاية، قدرة تفجيرية عالية، بالإضافة إلى أن طول هذه الطائرة يصل إلى من 3 إلى 5 أمتار، بالإضافة إلى أن وزنها 200 كيلوغرام، وأيضا تستطيع من الطيران على سرعة وبسرعة 185 كيلومترا في الساعة الواحدة. وأهم مميزة بهذه الطائرة أنها تستطيع من قطع مسافة 2000 كيلومتر، وهذه ميزة كبيرة جدا بالنسبة لهذه الطائرة بكل تأكيد. وبالتالي وفي ظل كل هذه المعادلات، إيران الآن تمتلك هذه الطائرات المسيرة، هي مصدر هذه الطائرة، طائرات شاهد 136، جماعة الحوثي تمتلك هذه الطائرات، والآن ظهرت لدى الفصائل العراقية. ولا بد من الانتباه أن المقاومة الإسلامية في العراق تنفذ عملياتها من العراق وكذلك من سوريا، وهذا قد يعني ببساطة
أن الطائرات المسيرة وطائرة شاهد 136 ليس بالضرورة أن تكون موجودة في العراق، ولكن أيضا هي موجودة في سوريا، والفصيل الوحيد الذي لا يمتلك هذه الطائرة المسيرة هو حزب الله اللبناني. ولكن ممكن لحزب الله مع هذه التطورات أن يمتلك هذه الطائرة المسيرة. بشكل عام نلاحظ أن طائرة شاهد 136 المفخخة بدأت تصبح في جبهات متعددة وفي جبهات أقرب على إسرائيل، يعني أنها ستشكل تهديد أكبر على إسرائيل في أي هجوم مستقبلي إن كان من الفصائل أو إن كان من إيران مباشرة كما فعلت سابقا بمشاركة هذه الفصائل. وهذه مسألة مهمة بالنسبة لإيران، خاصة أنه يأتي بعد الهجوم الإيراني الذي نفذته على إسرائيل، واستخدمت هذه الطائرات المسيرة كجزء من الهجوم، وهي كانت موجودة لدى إيران ولدى جماعة الحوثي فقط. الطائرات المسيرة هذه عندما استخدمتها إيران أخذت وقتا طويلا كي تبدأ من الاقتراب من المنظومات الدفاعية الموجودة في المنطقة، 4 ساعات تقريبا حتى بدأنا نسمع بأن هنالك تصديا لهذه الطائرات المسيرة من قبل الولايات المتحدة، بريطانيا أو فرنسا أو دول ذات سيادة تمكنت من إسقاطها في نهاية المطاف. لكن أيضا من جهة أخرى إيران شاغلت الدفاعات الموجودة في المنطقة بهذه الطائرات المسيرة من أجل تحقيق أهدافها بضرب العمق الإسرائيلي باستخدام صواريخ متعددة الأنواع. الآن بتوزيع الجبهات هذه الطائرات المسيرة أصبحت شاهد 136 قادرة على الدخول مباشرة على إسرائيل وتهديد إسرائيل ومشاغلة الدفاعات الإسرائيلية قبل أن تتعرض لها أي دفاعات موجودة بهذه المنطقة، وهذا سيعطي فرصة أكبر لإسرائيل لإصابة الأهداف بدقة أعلى وأن تكون هنالك نسبة نجاح عالية للجانب الإيراني من الإصابات باستخدام الصواريخ الخاصة بها، خاصة أن استخدمت صواريخا متقدمة في هذه الاستهدافات. ولاحظ من الهجوم الإيراني على إسرائيل جاءت تحديثات من الأقمار الصناعية من شركة بلانيت التي أظهرت قاعدة نيفاتم، وهي قاعدة إسرائيلية مهمة للغاية، قاعدة طائرات F-35 الشبح، ووضحوا بهذا الشكل بأن هنالك 4 إصابات جاءت من قبل إيران عندما هاجمت إسرائيل على هذه القاعدة المهمة للغاية. وتلاحظ هنا أن الدمار عالي للغاية، وذلك بسبب أن 3 صواريخ سقطت على نفس الموقع هنا من قبل الجانب الإيراني، هنا صاروخ هنا صاروخ وهنا صاروخ آخر، وبالتالي مجموع 6 صواريخ هو الذي استخدم على قاعدة نيفاتم وتمكن من ضربها. وهذه القاعدة، وهنا ما هو المثير، أن هذه القاعدة المهمة للغاية الآن الفصائل العراقية تقوم باستهداف فيها أيضا بشكل مستمر. كان هنالك بيانا للمقاومة الإسلامية في العراق أيضا يوم أمس، وأعلنت فيه استهداف نفس هذه القاعدة، قاعدة نيفاتم، باستخدام صاروخ الأرقب الجديد الكروزر المطور الذي امتلكته الفصائل مؤخرا، أطلقوا صاروخين باتجاه هذه القاعدة. لا أنباء لا تأكيد بأن هذه الصواريخ قد وصلت إلى هذه القاعدة، لكن الفصائل تقوم بمهاجمتها بصواريخ كروز، وممكن طائرات شاهد أن تستهدف هذه القاعدة أيضا. ولاحظ أن هذه القاعدة بالخارطة هي تتواجد هنا في العمق الإسرائيلي، هذه هي الضفة الغربية، وهذه هي ديمونة، وهذا هو مفاعل ديمونة، وهذه القاعدة تبعد مسافة ما يقارب 22.5 كيلومترا عن مفاعل ديمونة. والجانب الإيراني كما أوضحنا تمكن من إصابتها، والآن الفصائل العراقية تحاول من إصابتها، وهذا يعني أن إيران قادرة على الوصول إلى ضرب والقيام بضرب مفاعل ديمونة. وأيضا الفصائل العراقية ممكن أن توجه صواريخها وطائراتها المسيرة على مفاعل ديمونة أيضا. هذه مواقع حساسة للغاية، وهذه هي الحدود الإسرائيلية مع المملكة الأردنية الهاشمية، وبالتالي كل شيء أصبح تحت الخطر، خاصة أن إيران تمكنت من إصابة قاعدة نيفاتم. بالتالي كل السيناريوهات مفتوحة، وواضح أن الجبهة العراقية تحديدا من الفصائل العراقية بدأت تتطور وتتقدم. وفي 3 أيام الماضية أيضا هذه الفصائل أظهرت نوعا جديدا من الطائرات المسيرة في تطور آخر لدى الفصائل العراقية، أعلنوا من استخدام هذه الطائرات للمرة الأولى على الإطلاق، وأطلقوا عليها طائرات الأرفد، وأيضا هاجموا إيلات، هنالك تركيز كبير على إيلات، وأيضا صوروا هذه الطائرات المسيرة وهي تحلق باتجاه إسرائيل باتجاه إيلات. كما تلاحظون هي تنطلق بهذه الطريقة واحدة تلو الأخرى هذه الطائرات المسيرة. وستلاحظ من هذا المقطع المصور من خلال هذه الطائرة، واضح جدا من تصميمها بأنها قريبة للغاية إن لم تكن متطابقة في التصميم مع طائرة صماد الخاصة بجماعة الحوثي، وأساسا طائرة صماد
الخاصة بهذه الجماعة اليمنية هي قادمة من طائرة صياد الإيرانية المفخخة أيضا، وبالتالي واضح سلسلة هذه الطائرات المسيرة وكيف أن هذه أصبحت الآن بحوزة الفصائل العراقية لتتطور وتصبح ترسانة الطائرات المسيرة لدى الفصائل الآن ذات قدرات عالية وكذلك متنوعة. سبق وأرأينا الفصائل تستخدم فقط طائرة شاهد 101 منذ أن تمت عملية استهداف مطار بغداد في عام 2020 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، التي من خلالها اغتالت الجنرال الإيراني قاسم سليماني. بدأت الفصائل العراقية تستخدم كثيرا هذه الطائرة المسيرة، وهذه الطائرة المسيرة أساسا سبق وأن شهدنا في الأشهر الماضية مع أزمة قطاع غزة انطلاقها من سوريا باتجاه إيلات، وكانت قد أصابت إحدى المدارس الموجودة في داخل إيلات، ومن الجناح بحسب هذه التحليلات التي ترونها متطابقة تماما مع هذه الطائرة المسيرة شاهد 101 الخاصة بالفصائل العراقية. وأكد الجانب الإسرائيلي أنها انطلقت من سوريا في تأكيد أن المقاومة الإسلامية في العراق أيضا جبهة سوريا بالنسبة لها هي تعتبر جبهة مهمة للغاية، ولكن أيضا الجانب الإيراني تطور ويطور طائرة شاهد 136 الآن، أعلنوا منذ العام الماضي تقريبا وهذه آخر نسخ طائرات شاهد 136 أطلقوا عليها شاهد 238، وتلاحظ هذه الطائرة المسيرة هي ليست طائرة عادية، والمحرك الخاص بها هو محرك نفاث قدرات عالية للغاية، قدرة تحمل عالية وأعلى بكثير من طائرة شاهد 136 التي نتحدث عنها اليوم. وهذه الطائرة تصل سرعتها إلى 500 كيلومتر في الساعة الواحدة، بينما طائرة شاهد 136 كما ذكرنا قبل قليل سرعتها تصل إلى 185 كيلومترا في الساعة الواحدة، تقريبا 3 أضعاف السرعة لطائرة شاهد 136. وهذه الطائرة أيضا لن تصدر صوتا عاليا وهي تحلق، وبالتالي ستختلف تماما من ناحية القدرات. وواضح جدا أن إيران استفادت كثيرا من تقاربها مع روسيا في تبادل الخبرات. ليس بالضرورة أن تكون روسيا هي التي أدخلت التعديلات على شاهد 136، هي فعلا أدخلت تعديلات على مستوى تحمل الطائرة المسيرة للبرد وللشتاء القارس، لأن كان فيها عيوب عندما بدأت روسيا باستخدامها ضد أوكرانيا خاصة عند فصل الشتاء، ولكن بعد ذلك طبعا طوروها وجعلوها تتحمل كل هذه الأمور وهذه الظروف. ومع هذا التطور ظهر مع التعاون وتصاعد التعاون بين روسيا وبين إيران، ولكن أيضا هي مفيدة من إيران أن تسلم مثل هذه التكنولوجيا لروسيا. روسيا ممكن أن تعطي تقنيات عسكرية مهمة بالنسبة للجانب الإيراني. بشكل عام مع كل هذا التصعيد وظهور هذه الطائرات المسيرة الآن على الساحة العراقية، محتمل أن تنطلق أيضا من سوريا على العمق الإسرائيلي، هذا كله يأتي مع تصعيد إسرائيل المستمر في قطاع غزة وباتجاه رفح. وعلى سبيل المثال غزة وور يونت تراكر كان قد أوضح بأن الألوية المتقدمة في داخل غزة قد تصاعدت بشكل كبير، والآن ارتفع عدد الألوية المشتركة في داخل غزة من 8 إلى 9 ألوية الآن، واللواء التاسع الذي دخل مؤخرا هو قد دخل إلى رفح، في وضوح تام بأن إسرائيل لا تريد الانسحاب تماما من رفح ولن تتعرض للكثير من الضغوط. واللواء الذي تقدم الآن إلى رفح بشكل رسمي هو اللواء 89 التابع للفرقة 98، يعني أن هنالك فرقتين مشتركة، الفرقة 162 والفرقة 98. هذا اللواء هو من لواء الكوماندوز، وهذا عندما نتحدث عن الكوماندوز نتحدث عن نخبة المشاة من الجيش الإسرائيلي أو القوات الخاصة الإسرائيلية التي تعمل بفرق خاصة وخلف خطوط العدو، وبالتالي هذه الفرقة ممكن أن تعمل على إخلاء الرهائن وعلى عمليات خاصة مهمة للغاية، خاصة وأنهم يواجهون مصاعبا الآن. إسرائيل تقدمت طبعا إلى عمق رفح، سيطرت على شارع صلاح الدين ووصلت إلى هذه المناطق وهذه الأحياء باتجاه شارع العروبة. هنا هنالك ضغط كبير باتجاه شارع العروبة من قبل الجانب الإسرائيلي، وتلاحظ هنا صورة موضحة من نفس المصدر غزة وور يونت تراكر. ستلاحظ أن إسرائيل الآن بتطور جديد مستمرة في عملية التقدم هنا، كما نلاحظ بأن هذا التقدم واضح باتجاه حي السلام، حي البرازيل، وحتى
الجنينة، كما نلاحظ هنا بأن هنالك تقدما، لكن إسرائيل على الرغم من أنها اقتربت من شارع العروبة إلا أنها لم تتقدم باتجاه شارع العروبة كما نلاحظ، وبدأت تأخذ إلى اليمين، بدأت تتحرك إلى اليمين كما نلاحظ. وحتى غازا وور يونت تراكر أكد سابقا بأن إسرائيل سيطرت على نصف شارع العروبة، لكن الأمر قد تغير، وهذا يوضح، والخارطة عندما تتغير توضح أن الفصائل الفلسطينية هنا تقاوم بشكل كبير، إن كانت في حي السلام أو في حي البرازيل أو كانت حتى في الجنينة هنا في هذه المنطقة، وهذا يوضح أنهم لا زالوا يسيطرون على شارع العروبة، لا زالوا متواجدين في هذه المنطقة المكتظة طبعا بالمباني والتي تعتبر مهمة، أيضا لا زالوا موجودين بين هذه المناطق ولا زالوا يفاجئون القوات الإسرائيلية. بالتالي الفصائل الفلسطينية الكثير من المبادرة في هذه المنطقة، وعلى سبيل المثال كانت هنالك لقطات لطبيعة الاستهدافات لهذه الفصائل الفلسطينية، كما تلاحظ هنا أن واحدة من اللقطات ظهر فيها أحد المقاتلين الفلسطينيين وهو يستهدف إحدى الدبابات الإسرائيلية بهذه المنطقة المفتوحة باستخدام قذيفة الياسين 105، ضربها بنجاح، ولكن أيضا ظهرت المنطقة التي تتواجد فيها القوات الإسرائيلية وأينما يقوم بعملية الاستهداف بنجاح. وهنا تلاحظ طبعا من شكل المباني واضحة بأننا أمام مباني مميزة خاصة بالإعمار الخاص بها، وكذلك تلاحظ بأننا أمام خزانين للماء باللون الأسود في هذا المبنى. تلاحظ هنا مبنى أول ليس هنالك شيء، فراغ هنا، وهذا مبنى آخر، وهذه هي مساحة مفتوحة. وإذا ما ذهبنا لهذه المنطقة سترى فعلا بأن المنطقة والنقطة قريبة من شارع العروبة الذي نتحدث عنه الآن، لكن الفصائل الفلسطينية حاضرة ومسيطرة عليه، وهذه النقطة التي تتطابق مع الصورة التي رأيناها قبل قليل. تلاحظ هذا هو نفس المبنى بالضبط، هذا هو المبنى الثاني، وهذه خزانات الماء باللون الأسود كما أشرنا لها، وهذا هو المبنى الأول لا شيء هنا، هذا هو المبنى الثاني، وهذه المساحة المفتوحة، وهذا يوضح أن هذه الدبابة أو المدرعة والدبابة الإسرائيلية كانت موجودة هنا، ولكن المقاتل الفلسطيني قد ظهر هنا من فتحة النفق الخاص به وقام باستهداف هذه الدبابة بكل نجاح. والفصائل الفلسطينية كما نتحدث دائما وأبدا دائما تخفي أو تدمر فتحات الأنفاق الخاصة بها، لا تعطي مجالا لإسرائيل بالنظر أو رؤية أو السيطرة أو الدخول إلى الأنفاق الخاصة بالفصائل الفلسطينية، وبالتالي تحت الأرض قصة وفوق الأرض قصة، ولكن القصة الواضحة أن الفصائل لا زالت تقاوم بقوة عالية للغاية حتى في شارع صلاح الدين الذي مفترض أن إسرائيل قد سيطرت عليه. واحدة من المقاطع أظهرت استهداف إسرائيل لإحدى المباني الموجودة والمطلة على شارع صلاح الدين، هذا المبنى تحديدا الذي تأتي مساحات فارغة بجانبه، يوضح أن قد تكون الفصائل الفلسطينية استغلت إحدى الأنفاق أو الفتحات الخاصة بها لتتمركز وتفاجئ القوات الإسرائيلية. نفس هذه اللقطة بالضبط مع البيوت الزجاجية على اليمين ستلاحظ بأنها قد صورت في رفح اليوم، وظهرت إسرائيل وهي تضرب هذا المنزل، مما يوضح أن الفصائل الفلسطينية فجأة تظهر في نقاط تسيطر عليها إسرائيل وتفاجئ إسرائيل. بالتالي عمليات الاستنزاف مستمرة من قبل هذه الفصائل الفلسطينية وبنجاح عال للغاية، ولكن الظروف تتغير. إسرائيل أيضا تتقدم بالمدرعات في رفح شيئا فشيئا، هنالك مفاوضات، دعوات، قمم عربية تحاول إيقاف هذه الحرب، ضغط كبير على إسرائيل من جميع الأطراف، لكنها تبحث عن التقدم، المزيد من الألوية، وهذا قد يعني تصعيد في المزيد من الجبهات.